يوما بعد يوم يثبت السراج أنه دمية في يد الأتراك. لما لا؟ وأصوله التركية دائما ما تطغى على اهتماماته الطرابلسية وأولويات شباب طرابلس ومتطلباتهم اليومية. لا تمر أيام إلا ويعود السراج إلى قصر زعيم الإرهاب أردوغان، تارة في أنقرة وتارة أخرى في بابه العالي بإسطنبول كما حدث اليوم. السراج الذي أصبح دمية الأتراك وتنظيم الأخوان بدأ لقاء مع أردوغان اليوم في قصر وحيد الدين في إسطنبول. حيثيات اللقاء لا تبتعد عما يتوقعه الكثير من المراقبين والمحللين، وهي تلقي تعليمات جديدة وربما قاسية. فرمانات تركية تأمر السراج بترك زمام القيادة لوزير داخليته فتحي باشاغا الذي أصبح المندوب السامي للأتراك وحاكم طرابلس غير المعلن الذي تحميه طائرة الغزاة في معتيقة وعربات الميليشيات القادمة من مصراتة. الاجتماع ووفق وكالة الأناضول التركية كان مغلقا. كل الدلائل تشير إلى أن تركيا تهيمن من إسطنبول على ما يقوم به وفد السراج الإخواني إلى المغرب، الإملاءات والحدود المحظورات وما هو مسموح لتعزيز النفوذ التركي. صحيفة عربي 21 الإخوانية قالت أن محافظ مركز طرابلس المقال أبرم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية اتفاقا في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا، وهو ربما الغطاء الذي يستعمله الكبير لتغطية نهب الأموال ومنحها للغزاة. معلومات أخرى قالت أن الأتراك يسعون لرأب الصدع الذي حدث بين السراج وبشاغة وبين السراج والصديق الكبير لتتمكن من تزيينهم خدمة لمصالحها. تطورات متلاحقة تثبت أن جسد السراج وحكومته الأخوانية في المغرب، لكن عقولهم وقلوبهم تبقى معلقة في أنقرة وإسطنبول. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.